بمناسبة يوم المرأة العالمي، هي أعظم امرأة، وهي التي تعلمنا كيف نحب ونحن نكره، وكيف نضحك ونحن نتألم. وبهذه المناسبة أقامت رابطة المرأة العراقية في كربلاء مهرجانها السنوي، والذي ركز على دورها في المجتمع والثورات العراقية. يوم المرأة العالمي ومساهمة المرأة العراقية بالذات بهذه الانتفاضة على الوجوه الفاسدة الكالحة التي عاثت بدمار بلدنا. بالنسبة للمرأة العراقية قدمت التضحيات ولا تزال مستمرة. المرأة أنا أعتبرها لها دور كبير في الثورة باعتبارها قوة فاعلة في المجتمع. المضايقات اللي حدثت في التظاهرات أنا أعتبرها قليلة جدا بالنسبة للإيجابيات اللي حققتها المرأة في المجتمع، يعني مقارنة بالمجتمع بالإيجابيات المرأة هي المنتصرة أنا أعتبرها. المرأة هي الوسيلة الوحيدة للحياة، تنبثق سعادة البشرية منها ومن عواطف نفسها، تتولد عواطف نفوسهم. كل الحركات التحررية النسوية والحركات التحررية التقدمية تضع المعيار الأساسي لتقدم أي شعب من شعوب بمدى نظرته للمرأة. المرأة في كل المجالات، فأكيد تعني للرجل الكثير، وما زالت المرأة العراقية عزة وشموخا وكبرياء. هذه المرأة التي ناضلت طيلة هذه السنوات منذ زمن نظام المقبور وإلى هذه اللحظة وهي تناضل وتكافح، فكل عام والمرأة العراقية بألف خير. أنها تمثل شرف الأمومة. المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأدب السلوك ورقة الشعور. المرأة هي في صغرها ريحانة وفي شبابها فاكهة.